انتهى دور المجموعات ونحن على أعتاب دور الستاشر، حيث لا مكان للمغلوب. يسعدنا النهاردة نلتقي بأربعة من كبار الإعلاميين من الجزائر ومن المغرب. من الجزائر الأستاذ الكبير نمرودي معاذ، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، منور الدنيا. شكرا. يا مرحبا. أستاذ نمرودي معاذ هو صحفي بقناة نوميديا الجزائرية. أيوه. أهلا وسهلا. شكرا. والأستاذ خالد تهامي وهو أيضا صحفي ومذيع بقناة الشروق الجزائرية. مرحبا. مرحبا، شرف لينا التواجد معك الكابتن مدحت. شرف لينا، شرف لينا والله. وعلى الجانب الآخر من المغرب الأستاذ محمد جعفر الصحفي بجريدة صوت العدالة المغربية. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ مدحت، شرف لينا أن نكون معك في برنامج الجميل ده. شرف لينا والله. والأستاذ عبد اللطيف طلال الصحفي بجريدة الوطن العربي المغربي. يا مرحبا. مرحبا بك أستاذ شلبي، ومرحبا بكل المتتبعي وعشاق قناة النيل الرياضية. يا ربي خليك، يا أهلا وسهلا. بداية، أنتوا جايين خصيصا للتغطية ولا حد فيكم مقيم؟ لا، التغطية طبعا. تغطية للتغطية أنتوا الأربعة. تغطية المنافسات من أولها لأخرها. من أولها لأخرها. سؤال تاني، جايين على نفقة الجريدة والقناة ولا على نفقتكم الخاصة؟ لا، على نفقة القناة. القناة على نفقة. طبعا، لأنه القناة مثلا نتكلم على قناة شروق الجزائرية، هي قناة اللي عندها ثلاث قنوات. طبعا احنا بعثة صحفية متواجدين ثمان بتقنيين وصحفيين، حاولنا نكون ننقل الصورة الكاملة لكأس أمم أفريقيا للمنتخب الجزائري وأيضا لعرس أفريقيا. طبعا هو في أم الدنيا في مصر، يجب أن تكون بعثة بعدد كامل حتى ننقل الصورة كاملة بكامل تفاصيلها طبعا في كأس أمم أفريقيا. نفس الوضع الأستاذ محمد الأستاذ عبد اللطيف. لا، حساب الجامعة الملكية المغربية اللي هو الاتحاد القدم الكرة. الاتحاد الكرة مجموعة، ماشي كل الصحفيين ولكن مجموعة من هاد الصحفيين تابعين لبعض الجمعيات، هما اللي جايين على نفقة اتحاد الكرة. اتحاد الكرة البقية جايين نفس الوضع. نفس الوضع، هناك تغيير بسيط. هناك جمعيات معتمدة من طرف الاتحاد الدولي الاتحاد المغربي لكرة القدم. الوفد الصحفي المعتمد مدعم من طرف الاتحاد المغربي. اوكي. وفي صحفيين جايين لتغطيه الحدث ممولين من طرف الاجهزه اللي هم مشغلين فيها. اللي هو كان صحيفه او قناه او غيره. أوكي. ممتاز. أوكي. ممتاز. طيب، كان ايه اول انطباع فيما يتعلق بحفل الافتتاح؟ دون ان يكون هناك طبعا ادنى درجات المجامله في الحوار، يعني قلتوا ايه على حفل الافتتاح؟ نبدا بحضرتك استاذ نمرودي. أكيد، أنا شخصياً انبهرت، حضرت لحفل الافتتاح، حضرت لحفل الافتتاح لألعاب البحر الأبيض المتوسط مؤخراً بإسبانيا بطرقونة، لكن هناك فرق كبير وكبير جداً. اليوم لما حضرنا حفل الافتتاح هنا في مصر للعرس الإفريقي، حقيقة حفل في المستوى، حفل يعبر، كشفت من خلاله عن ثقافة مصر. عن ثقافة مصر، وهذا شيء جيد وشيء معبر. جميل، أنا أعتبر دي وجهة نظر الجزائريين عشان ما نكررش الحوار. طبعا تمام. ونروح ناحية المغرب، إذا كان الأستاذ محمد أو الأستاذ عبد اللطيف يقول لنا برضو انطباعك أو ماذا كتبت عن حفل الافتتاح. طبعا في البداية لازم أقدم الشكر الجزيل للشعب المصري بدون نفاق أو تملق، لأنني أول مرة أزور مصر ولم أكن أتصور. أول مرة أزور مصر. أنا أول مرة برضو، والله العظيم، وهذه بدون نفاق أو تملق كما قلت في البداية. كنت واخذ نظرة مختلفة على الشعب المصري، لكن أينما رحنا نجد شعب عظيم، شعب مضياف. هذه بدون مجاملات والله العظيم. ربنا يخليك، ده أنتوا شرفتوا ونورتوا، لكن كان قايلين لك إيه على مصر يعني؟ لا، أو إيه الانطباع اللي كان موجود؟ هو ما فيش انطباع سيء. احنا اللي كنا بنسمع على مصر اتأكد لنا. احنا هنا في مصر. اوكي. هنا مصر في ناس طيبين خدومين، ثقافة عالية. انا اشهد بها، انا ثقافة عالية بين المصريين، كل الناس المصرية واعية، تعرف تتكلم، حسن ضيافة. اما بخصوص الافتتاح، مصر مش غريب عليها الحاجات دي، الحمد لله. مصر اخذت البطولة في وقت قياسي. هذه النقطة، تحدثت كل الصعاب ونظمت البطولة بأول مرة بفريق ب 24 فريق. صحيح. لأن ده تحدي
في دولة مصر. صح حقيقة، لأنه تحدي كبير. أن النقطة اللي حبيت أتكلم معك نوافق فيها أنه الكاميرون هي اللي كانت من المفروض أن تنظم كأس أفريقيا ب 16 فريق. مصر ترفع التحدي في فترة منذ شهر جانفي الشهر الأول، 6 أشهر تجهز لاحتضان 24 فقط. تحتضن يعني 24 منتخب في مدن متعددة بإمكانيات عديدة. وإحنا كإعلاميين وصلنا قبل بداية العرس أمم أفريقيا في مصر، شهدنا تحضيرات إلى آخر لحظة. مثلا في ملعب القاهرة شهدنا العمال وشهدنا المنظمين على قدم وساق لإحياء هذا العرس، وطبعا كان تحدي، وكان سبقه أيضا حتى القرعة اللي كانت في مدينة الأهرامات، كان هناك تحدي يبشر بالخير لكأس أمم أفريقيا أنها ستكون في مصر بصورة جميلة التي معهود عليها مصر. النقطة الأخرى أنه لما كان الافتتاح لمدة ربع ساعة، لكن كانت صورة جميلة تبين أنه مصر قادرة على رفع التحدي، وهذا الشيء اللي لمسناه مع بداية العرس ومع مرور المباريات والجولات إلى نهاية اللحظة. الحمد لله، ما شاء الله، شهادة نعتز بها جدا والله. نقطة كذلك فيما يخص تنظيم، حتى اليوم كما نتكلموا على مدير التنظيم اللي هو محمد فاضل، كلمناه وكنا حاضرين في فندق الماريوت من خلال ندوة صحفية لرئيس الاتحاد المصري، أكد أنه مصر مستعدة ربما حتى لتنظيم كأس العالم، حتى تدفع ملف ترشحها ل 2030، ولما لا، بما أنك تنظم نهائيات كأس أمم أفريقيا ب 24 منتخب وفي فترة قصيرة، اللي كما قلت فترة 4 أشهر تجهز كل شيء، وما زال كل الإمكانيات مسخرة إلى حد اللحظة، وحتى لما تكون هناك نقائص اللجنة المنظمة تقول بأنه احنا في الخدمة، واحنا حتى نجهز ونوفر كل شيء للزوار، لأنه مصر البطولة لم تنتهي في الدور الأول، لأنه البطولة حماس البطولة سينطلق مع الدور الثمن النهائي، وستستقطب جماهير كبيرة إن شاء الله. جميل، خلينا نروح شوية للجوانب بقى الفنية، وروح هنا لأصدقائنا في المغرب. مبدئيا بشكل عام أستاذ محمد جعفر، شايف المستوى الفني مع 24 منتخب تأثر بالسلب ولا بالإيجاب؟ بصراحة أنا أظنه بالإيجاب. بالإيجاب. هناك مساحة كثيرة للتنافس. أنا اعتبرته مونديال مصغر. مونديال مصغر. مونديال مصغر. هذه خطوة، هذه خطوة تكلف بها الاتحاد المصري. خد الزمام المأمورية. المستوى ماشي بذاك المستوى اللي كنعرفه، كان كبير، لأن كاين اختلافات في المجموعات. كانت مجموعات قوية كمجموعة المغرب، ضمت من فرق من أعمدة الكرة الإفريقية، وكانت مجموعات اللي في المتناول. لكن المستوى العام للدور الأول، المستوى العام للدور الأول أظهر أن في منتخبات ممكن أن تصل إلى أبعد نقطة، وبتجاري الماتشات ديالها ماتش بعد ماتش. جميل، يعني أنت شايف أنه العدد الكبير 24 منتخب بعد ما كان 16، يعني زاد بمعدل 8 منتخبات، ده ارتقى بالمستوى مش قلله. طيب نروح للأستاذ عبد اللطيف طلال ونقول لك، هل هناك منتخبات من وجهة نظرك لم تكن تستحق الخروج وخرجت؟ هو اللي خرج منتخبين، ما فيش غيرهم. لا، المنتخبين ايه ده، كل الروابع خرجوا، يعني 4 في 6 24 زائد 2 توالد 26 منتخب، مش كده صح؟ هل هناك منتخبات من وجهة نظرك كان يجب ان تستمر؟ أنا آسف، إحنا عندنا 24 منتخب، الأواخر 6 خرج، 6 زائد 2 8، ده أنا كده مشيت البطولة كلها 8 منتخبات خرج. هل في الثمانية دول منتخب كان يستحق الاستمرار؟ لا أظن المنتخبات والفرق القوية اللي معروفة على الساحة الإفريقية كالمغرب، نيجيريا رغم أن مستوى في هذه الدورة لم يكن مستوى جيد، الجزائر اللي ظهرت بصراحة بوجه مشرف، والآن الجزائر كتبقى من الفرق يعني المرشحة للفوز بالكأس، يعني فرق اللي معروفة على الساحة كلها يعني بقيت باستثناء بعض الفرق اللي مرات مثل مدغشقر
لفريق يعني ما معروفش على الساحه الافريقيه. نعم. كفريق قوي. نعم. الفرق الكبيره كلها مرت. نعم. واظن لان الدور الاول كان مستواه تقريبا جد متوسط، لم نرى مقابلات في المستوى الكبير اللي عهدناه في كاس افريقيا الكؤوس السابقه. نتمناو في الدور الثاني لان غادي يحمى وطيس اللقاءات، لان الان اي فريق انهزم راح يمشي خلاص، راح يمشي. طبعا. وبقيت فرق يعني قويه كما قلت، جزائر، سنغال، مغرب، مصر، الكاميرون رغم وهي مستوى لم يعني ما وصلوش ذاك المستوى الكبير اللي كان كنعرفوا به الفريق الكاميروني. على اي الفرق القويه مرت الدور جميل. المقبل تمام. طيب يعني عايز اروح بقى للاستاذ نمرودي واساله فيما يتعلق ب هل ممكن تحدث مفاجآت في دور ال 16؟ خلاص احنا ودعنا دور المجموعات، عرفنا كلنا مين هيقابل مين في دور ال 16. لو بصيت كده وتقول لي كده اربع لقاءات في دور ال 16 تقول لي توقع النتائج ايه، واروح بعد كده الاستاذ خالد يقول لي الاربعه التانيين توقعه ايه. يا قبل الحديث عن يعني المفاجآت، اولا منح الفرصه ل 24 منتخب كما قلنا، منح الفرصه لمنتخبات انها تشارك لاول مره وتفرض نفسها. في الماضي لو نعود الى الوراء قليلا نشوفوا انه كانت هناك منتخبات تستحق في فرص، تستحق التواجد في الكان، لكنها تعجز في الوصول في بسبب ظروف أو أخرى، ربما بسبب تصفيات ربما. لكن اليوم نشوف منتخب موريتانيا الذي شارك لأول مرة تمكن أنه يحصل على نقطتين، واليوم كما شفنا في مباراته أمام تونس كان قريب حتى من التأهل وإحداث المفاجأة. أنا المفاجأة أعتقد هي ليست مفاجأة، كنت أنتظر المنتخب الأنغولي أنه يمر إلى الدور المقبل، لكن لما تشوف منتخب أوغندا، منتخب مدغشقر في الدور الثمن النهائي، هذه أعتبرها مفاجأة. فيما يخص مفاجآت الدور الثمن النهائي، أعتقد أنه المنتخب التونسي، أنا حسب وجهة نظري أن المنتخب التونسي سيغادر. سيغادر مع غانا أعتقد. منتخب تونس يلتقي مع منتخب غانا. منتخب مباراة أخرى مباراة مالي كوت ديفوار. أنا عايزك تديني أول أربعة مباراة المنتخب المغربي، المنتخب البنيني، أعتقد أنه كل المعطيات في صالح المنتخب المغربي. أوكي. لأنه نعرف طريقة لعب المنتخب المغربي، نعرف التوليفة التي يعتمد عليها إيرفي رونار، خاصة أنه اليوم ما كانش مشكلة انسجام بين لاعبي المنتخب المغربي، مع أنه عندهم سنتين أو ثلاثة مع نفس المدرب، نفس اللاعبين بوصوف وزياش، امتلكوا حتى عامل الخبرة اليوم راهو في صالح المنتخب المغربي. منتخب البنيني، أوغندا، سنغال، على الورق سنغال، لكن أوغندا أوغندا بإمكانها أن تحدث المفاجأة في هذه المباراة بعد عرضها قدام مصر بالذات. أمام مصر لأنه لو كان منتخب آخر في مكان مصر كانت أوغندا ستفوز، بمنتخب مصر مرشح فوق أرضية ميدانه، حتى لو لن يقدم أداء جميل لكنه يفوز، يعرف كيف يفوز بالمباريات. لا المنتخب لا المصري عنده ثقافة، عنده تقاليد الفوز. مباراة أخرى الثالثة، مباراة نيجيريا، مباراة الكاميرون، هي نهائي قبل أوانية، قمة غرب إفريقيا. أنا أرشح المنتخب الكاميروني. الكاميروني على حساب أنا أرشح النيجيري. المنتخب الكاميروني على حساب المنتخب النيجيري. منتخب مصر مباراة الرابعة، منتخب مصر منتخب جنوب أفريقيا، كل المعطيات في صالح المنتخب المصري، خاصة أنه منتخب جنوب أفريقيا نقول أنه تأهل بعامل الحظ إلى هذا الدور. المستوى الذي ظهر يعني أيوة المستوى الذي قدمه في الدور الأول لم يكن مستوى كبير، حتى أنه أمام المنتخب المغربي، منتخب مغربي لم يبذل ذلك الجهد الذي يمكنه من الفوز، لكنه فاز بسهولة. صحيح. كان قادر يفوز بنتيجة أكبر من هذا. تمام. أستاذ خالد برضو استعرض لي الأربع لقاءات اللي بعد كده، ولو حابب تقول على كل منتخب حاجة. طبعا هي فيما يخص المفاجآت، أنه المفاجآت لم تكن في الدورة المجموعات، لكن بعدها يمكن أن تكون هناك مفاجآت، لأنه حتى نظام الدورات أنه اللي متواجدين على الجهة اليوم ستكون هناك نهائيات، مثلا تكلموا المتأهل من نيجيريا والكاميرون سيواجه مصر أو جنوب
جنوب افريقيا. صح. يعني نيجيريا ستقصي الكاميرون ومصر ستواجه واحد من المنتخبات، حتى في نصف النهائي ممكن تواجه الجزائر. في الجهه المقابله عندنا عايزينها قبل الجزائر ابدا مصر. لا هي ممكن القرعه تقابلوا في مصر يعني الجزائر في الطريق في نصف النهائي ممكن يتقابلوا في نصف النهائي في نصف النهائي. احنا مش بنقول خوف لا سمح الله، احنا عايزين فرقتين يوصلوا. لا هي هي المغرب معانا برضه. هي 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 ممكن هي عربي سواء مثل الجزائر نهائي نهائي سيكون ان شاء الله، اتمنى يكون عربيا سيكون ان شاء الله جزائري مغربي او مغربي مصري. يعني هذه الاحتمالات ان يكون مصريا او تونسي برضه. تونس صعب انت تتكلم على انه لم يكن المستوى يعني، وعلى ايضا على القرعه. فيما يخص المباريات انه المباريات المتبقيه انه مدى اشقر والكونغو الديمقراطيه هي هذه هنا ستكون الفرصه سانحه لواحد من المنتخبات انه يوصل الى دوري الربع نهائي، خاصه انه مدى اشقر يعتبر مفاجاه، والكونغو الديمقراطيه ليس بالمنتخب القوي لكن سمحت له الفرصه. في المباراه الاخرى الجزائر غينيا طبعا ارشح واحبذ واريد واتمنى ان يكون المنتخب الجزائري هو في الدور المقبل، وليس ارسم لك بالعشره ما لم تحدث مفاجآت ان شاء الله ان شاء الله ما لم تحدث وفقا للي احنا شفناه يعني. وفقا لما ابان عليها اشبال 23 لعيب اي واحد ما شاء الله الله اكبر يا ان شاء الله ان شاء الله اشبال. حتى انه هناك من يقول انه المستوى الذي ظهر به المنتخب الوطني امام طنزانيا افضل من مستوى امام كينيا وامام السنغال. بس خلي بالك انه لازم مريحين برضه. لا احنا ان شاء الله حاليا انه حتى جبل الماضي في وضعيه صعبه، لانه التشكيله الاولى تشكيل الفريق الاول لعب مليح، والفريق الثاني راح يصير احراج فيما يخص مثلا حتى اللاعب اللاعب ادم وناس اللي سجل هدفين. لاعب مكان مين بقى من الاساس؟ هو رياض محرز. هو قاعد رياض محرز. لا مش مش ممكن انك لا مش لانه الدور اليوم لكن الدور بس دور. كمان بصراحه والناس ده ما يقعدش. لا لكن هو لازم الان يفكر في الحلول لتوظيف اللاعبين او على الاقل هذه مكان مش مكانه ما اعتقدش ده يبقى احسن بديل لو استعصر الامر. ممكن احسن بديل لو استعصر الامر. لا رياض محرز اليوم دور اللي يقوم به الدور. فاضل ماتش رابع ولا كده؟ طبعا طبعا هي مباراه ايضا مباراه صعبه التي تكون في ملعب سويس بين منتخب مالي وكوديفوار، هو ايضا نهائي قبل الاوان، ولو انه منتخب كوديفوار ومالي لم يبين يعني قدرتهم كثيرا حتى الان حتى الان. وايضا مباراه لا منتخب مالي خالد منتخب مالي متاهل بسبع نقاط في الدور لكن ليس من المرشحين يعني هو المنتخبات المرشحه المغرب السنغال يعني مدى لكن لو نقارن بين مستوى مالي ومستوى كوديفوار في الدور الاول نشوفوا انه مستوى مالي كان افضل من مستوى كوديفوار. لهذا مباراه اخرى بين غانا وايضا منتخب تونس الذي نتمنى ان تكون للمنتخب التونسي، خاصه انه منتخب الغاني لم يبين قدرته العاليه في كاس افريقيا. يعني برا امنياتك شايف ان تونس هي الاقرب برا الأمنيات؟ لا صعبة 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 صعبة. خلينا نروح برضو للمغرب واسأل عن حاجة خاصة بالمغرب واروح للأستاذ ابتدي بالأستاذ عبد اللطيف المرة دي. مرحبا. يعني هذا الجيل الحالي انتم اخذتوا 9 نقاط طبعا والعلامة الكاملة واحرزتوا اعتقد 3 أهداف ولم يمنى مرماكم بأي هدف واحنا جبنا 5 وما دخلتش فينا حاجة والجزائر جابت 6 وما دخلش فيها حاجه و9 نقاط ايضا الجزائر و9 نقاط طبعا منذ سنه 90 ما شاء الله. شايف المنتخب المغربي اذا قارناه مثلا بامم افريقيا 76 لو تتذكر شايف يعني المنتخب المغربي بثقله الكامل ولا انت لسه لم ترى المنتخب المغربي كيفما تريده؟ طبعا المنتخب المغربي حاليا رغم انه ما قدمش وبالاخص اللقاء الاول والاخير لم يكن ذاك المستوى الكبير المعهود عليه. المقابله امام الكوت ديفوار ابان على انه فريق قوي فريق كبير فريق بلاعبين محترفين مستوى عالي. لا. حاليا اللقاء الاول اخاف النقاد والصحفيين المغاربه، اللقاء الثالث لعبوا باحتياط كبير يعني خلى مهزش الايقاع بزاف، لعب على 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 الطريقه اللي بغى هو. المدرب كما يعرف الجميع كيبقى مدرب كبير رونار يلقب بالثعلب لانه ثعلب على اي الفريق رونار يعني بالفرنسيه على اي رونار كيبقى ثعلب على اي الفريق المغربي في الدور الاول باقي ما وصلش لذاك المستوى اللي كانت منه احنا كمغاربه. رغم انه يخيف بعض المنتخبات بالاسماء ديالو باللاعبين الكبار
مقارنة بمنتخب 76، منتخب 76 عندما فاز الفريق المغربي بإثيوبيا بأول كأس إفريقيا كانوا لاعبين كبار، لاعبين مستوى عالي، لاعبين تقريبا لم يكن من بينهم أي لاعب محترف، بل كانوا لاعبين كل لاعبين من البطولة الوطنية آنذاك، لاعبين مثل فراس دولمي رحمه الله، ومجموعة ديال اللاعبين الكبار، العربي أحردان، الهزاز رحمه الله، واحد المجموعة اللي راحت يعني توفات الله يرحمها، على أين كانوا لاعبين من طينة اللاعبين الكبار مختلفة، رغم أن هذا الجيل، جيل بن عطية وزياش، رغم أنهم هاد اللاعبين الأغلبية ديالهم ازدادوا خارج الوطن، بهولندا، بفرنسا، بألمانيا، تكونوا بفرق كبيرة، كتعرف تكوين خارج الدول الأوروبية كاين تكوين على أعلى مستوى عالي. لكن لم يقنعك حتى الآن بالشكل اللي كنت تتمنى تشوفه عليه؟ طبعا. إنما ربما في القادم، دلوقتي المغرب هتلعب مين في دور ال 16؟ يلعبوا بنين. واعتقد انه برضو يعني مع الاحترام لبنين، لكن زي ما انت قلت المغرب هي الاقرب. طيب عايز اروح للاستاذ عبد اللطيف ويعني ايه احرجك شوي. مرحبا. ماشي؟ جاهز للاحراج؟ مرحبا استاذ جعفر. استاذ جعفر انا اسف، استاذ محمد جعفر، انا اسف جدا. استاذ جعفر، الأساتذة اتكلموا عن سيناريو دور ال 16، أولا هل تتفق على الترشيحات اللي قالوها؟ أتفق تماما. تماما. طب وديني بقى دور الثمانية، قول لي مين مع مين وترشح مين، ده الإحراج هنا، مين اللي يعدي ومين اللي يروح؟ وفي دور قلت يا دور الثمانية كده واحدة واحدة وفقا لترشيحاتهم، مصر نبتدي بمصر الأول؟ نبتدي بمصر بلد منظم. يلا مصر هتقابل مين؟ نبتدي بمصر. ابتدي واكتب قدامك كده، مصر أمام. مصر. الفائز من مباراة نيجيريا والكاميرون. نيجيريا والكاميرون. انتوا قلتوا نيجيريا والكاميرون. لا انا رشح الكاميرون. وانت موافق على الكاميرون؟ لا انا ارشح نيجيريا. اوكي، مصر امام نيجيريا. ها امام نيجيريا. قول براحتك من يعدي الدور الاخر. الدور الاخر اها حتعدي مصر. مصر ايه؟ حط عليه داير. اقول لك ايه؟ اقول لك ازاي؟ تفضل. مصر لها ثقافة بطولات، لها جمهور، لها ارض. مصر هي صاحبة الرقم القياسي في البطولة الإفريقية. سبع بطولات ثقافتها. نعم. بطولة إفريقيا. فوز بالكؤوس. أنا ما كنظنش، ما كنختلف مع الناس اللي كيقولوا بلي مصر ما ظهرتش بالمستوى اللي بهرتش. اللي باغي يربح البطولة كيف كنقولوا كيمشي خطوة خطوة. إلى رجعنا لكأس العالم الأخيرة، منتخب فرنسا لم يقنع لكن فاز. شخصية البطل. تتكلم على 98. فرنسا 98 مؤخرا. اه اصل كمان كان ما برضه ما ابهرناش قوي يعني. منتخب فرنسا فاز بدون اقناع. نعم صح. مصر لديها شخصيه بطل. انا اقول لك هنا اربع فرق لديهم شخصيه بطل. تمام. المغرب. ولو بالاداء اللي يقولوا اللي انت مش مقتنع بيه قوي. لا انا مقتنع. مقتنع. اقول لك مقتنع. لو ايه بقى؟ لو بالاداء ايه؟ هيتحسن الاداء. هيتحسن. ما انا بتكلم على الاداء. لان هناك نجوم لسه ما دخلوش في الدور. لسه. زي مين؟ زي حكيم زياش. لعيب عظيم. زي بوفال. بوفال لعب لاعب احتياطي، لكن لا، لكن بوفال ممكن انه يغير لك. بوفال اخذ احسن لاعب، احسن مراوغ في الدوري الاسباني، تفوق على ميسي في المراوغات. نعرف انه اخذ احسن مراوغ، لكن انت تقول انه بوفال بوفال اليوم هيرفي رونا ما يعتمدش عليه. لا يعتمد عليه ربع. هو ورقه رابعه. اللي يعرف رونار اخذ كاس افريقيا مع زامبيا بنفس الطريقه. بنفس الطريقة، لكن ليس بنفس التركيبة، لأنه اليوم المنتخب المغربي، منتخب مغربي عنده نجوم، منتخب الزامبي لم لا أحد كان يرشح منتخب الزامبي، وما كانوش عنده لاعبين نجوم. أتفق، لكن 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 لدى رونار والكل كان شاهد على قضية حمد الله، ليس له نجوم. لا، قضية حمد الله أسألت. أنا حتكلم معك من الحين. هذا موضوع ثاني. هو ملوش نجوم. هو بيلعب كل ماتش على حسب التكتيك اللي هو عاوزه. بوفال كيبقى ورقة رابحة
في المقابلات اللي بتقولوا انتم متسكره زي ماتش البنين ماتش ناميبيا ماتش كوت ديفوار دخل كبديل انا كنت حاضر دخل كبديل لكن لكن في ماتش في الماتش الاول دخل بوفال ترك مساحه لزياش زياش دون الدخول في تفاصيل المباريات عشان الوقت ما يجريش مننا حضرتك دلوقتي قلت مصر ونيجيريا مصر ارشح مصر ونيجيريا لبعض الجزائر وغيني بطبيعه الحال نتمنى الجزائر مش تتمنى تتوقع لا تتوقع الجزائر انا الجزائر من الفرق اللي هتفوز بالكاس بدون الله اكبر ان شاء الله فرقه عظيمه يعني الجزائر الجزائر احنا دلوقتي مصر عدت دور الثمانيه وايضا الجزائر عدت دور راحت للنصف النهائي اللي بعده هناك مدغشقر والكونغو أيوة. انا الجزائر اتوقع انها تواجه الكونغو الديمقراطيه الكونغو فريق قوي لكن الجزائر اقوى منه اوكي طبعا طبعا يعني ممكن نشوف مصر والجزائر في نصف النهائي يعني انت وصلتنا دلوقتي لنصف النهائي مصر والجزائر ومين ضد مين التانيين مصر والجزائر في الجهه الثانيه انا ارشح المغرب اوكي لو فازت المغرب وفازت السنغال على تتوقع لا السنغال سوف تلعب مع المغرب ان فاز المغرب مقابله المغرب في مقابله في مقابله الربع سيلعب الفريق سوف يلعب المغربي سوف يلعب الفريق المنتخب المغربي امام منتخب السنغال مباراه صعبه طيب. مباراه صعبه جدا يعني اتوقع المغرب امام السنغال ومصر امام الجزائر وصلني للنهائي بقى وصلك النهائي ايوه قولها الجزائر قولها براحتك لا قول الجزائر ولا تخافش لا قولها بقناعتك انا بقناعتي انا اقول بقناعتك المنتخب لسه في تونس وغانا انت طلعتهم خلاص؟ لا والمدغشقر والكونغو لا السنغال استاد شلبي السنغال هي والمغرب يعني ما يمكنش بجوج يمروا للنصف النهائي فريق واحد اللي غادي يمر يا المغرب يا السنغال وده السؤال وده السؤال السنغال هتواجه فريق اوغندا انا السنغال السنغال وانا قلت السنغال كمان طيب فريق قوي كمل بقى بين السنغال والمغرب لانه احنا السنغال والمغرب بين السنغال والمغرب بين السنغال والمغرب النصف المغرب المغرب خلاص اللي بعده ايه؟ اللي بعده عندنا الجزائر وغينيا قلنا الجزائر بدون مناقشات احنا قلنا خلاص الجزائر وقلنا الجزائر هتقابل مصر خلاص مصر مدغشقر والكونغو بقى عندك مدغشقر والكونغو عندي مدغشقر كانت مفاجاه لكن ما كنظنش انها تكمل بعد المفاجاه انا احنا رشحنا منتخب الكونغو الديمقراطي بالضبط انا متفق معك طبعا. اخر واحد الماتش الاخير مالي والكوت ديفوار تونس وغانا وتونس وغانا مع احترامي الاشقاء توانسه لا احنا كوت ديفوار وتونس وتونس انا مع احترامي الاشقاء التوانسه المنتخب التونسي لم يظهر بالمستوى لا 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 نوقفكم الجزائر لو تتاهل امام غينيا حتواجه الفائز من مباراه مالي وكوت ديفوار والفائز نعم في ربع نهائي والفائز من مباراه غانا وتونس يواجه الفائز من مدغشقر والكونغو الديمقراطيه لذلك اعتقد انه الاقرب الى الفوز لبلوغ المربع الذهبي من الاربع مباريات المربع الذهبي هنمشي معاه من الاربع مباريات اعتقد انه الفائز من غانا تونس سيكون في الدور النصف النهائي لانه سيلتقي بمدغشقر او الكونغو في ربع نهائي مين بقى غانا ولا تونس؟ انا اعتقد انه غانا في غانا في المربع والناحيه الثانيه اديني بقى الاربع فرق بتوع المربع انا اعتقد انه غانا في المربع الذهبي ايوه الجزائر ومصر في المربع الذهبي اوكي غانا والمغرب طيب وفقا للقرعه دي مين هيقابل مين؟ غانا تواجه المغرب ومصر تواجه الجزائر اديني بقى وسواء وغانا عشان انا مسجل الحلقه دي هزعلكم لو صح التوقعات هسالكم برضو على المربع الاخير انت قلت دلوقتي غانا مع المغرب والجزائر مع مصر غانا مع المغرب مين يكسب؟ غانا مع المغرب اها المغرب مرشح المغرب والجزائر لانه طريقه لعب المغرب طريقه لعب غانا طريقه لعب كوت ديفوار طريقه لعب الكاميرون اليوم المنتخب المغربي بامكانه انه يفوز على هذه المنتخبات نعم
في الفترة في السنوات الماضية كانت غايبة كما نقولوا بالفرنسية لانتونسيتي عند هاد اللاعبين عند هاد المنتخبات. نعم. اليوم هي موجودة سواء على المنتخب الوطني الجزائري أو المنتخب المنتخب المغربي. لما تقابل السنغال وانت تكون في نفس الريتم في المباراة انك تتمكن من الوقوف الند للند مع منتخبات اللي عندها نقولوا بنية مورفولوجية اللي عندها من ناحية جسمانية حتى من جوانب المعنوية والنفسية الناحية البدنية هذه المنتخبات لما تتمكن انك توقف معها الند للند وتفوز عليها اكيد انه المباريات كلها تسهل عليك وانه التتويج يبقى من الناحية النفسية الناحية المعنوية. مصر والجزائر قلت ايه بقى؟ مصر والجزائر ارشح الجزائر يقولوا غير المربع يبقى الجزائر نهائي مع المغرب نهائي مع الكلام هذا هل حد فيكم مخطئ فقط راح نقول على مباراه مصر والجزائر اذا كان مصر لم يقنع في المباراه امام منتخب جنوب افريقيا راح تكون حقيقه للجزائر للمنتخب لكن اذا كان المنتخب المصري ابان على علو كعبه في مباراه الثمن النهائي وايضا الربع النهائي هنا راح تكون مباراه راح تفوت 90 دقيقه. لا استاذ أوكي. استاذ حد عايز يعدل حاجه الادوار دور اول مش هو الدور الاقصائي هناك ترتيبات اخرى أنا قلت هناك مباريات تلعب على 90 دقيقة. أنا قلت المنتخب المصري إذا لم يتحسن أداؤه في الأدوار الإقصائية إلى بقى بنفس الريتم اللي أبان عليه في الأدوار دور المجموعات هنا خلاص المنتخب المصري هذا هو مستواه. صحيح. لأنه الآن طموح الجمهور المصري والجماهير اللي تعشق المنتخب المصري أنه حيتحسن الأداء في المباريات المقبلة لكن يبقى نفس خلال التجربة والممارسة طبعا فمن خلال كما قلت مستوى الفرق الفريقين اللي أرشحهما وأنا مع الإخوان المغرب والجزائر نفس الترشيح نفس الترشيح جعفر ليك أحسن حاجة اللي بتفيد الدورة توقع أنا أتوقع تألق المنتخبات العربية في هذه الدورة هذه متعلقة حتى الآن أنا 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 حضيف على كلامي منتخبات المغرب العربي في مصر لا خطر حتى في اللعب مش في دول جنوب الصحراء حتى الجو قريب للجو المغاربي ظروف مساعده من الاوتيلات التنظيم كل حاجه قريبه الا كان المنتخبات العربيه او شمال افريقيا لما كانتش غتاخذ الكاس وهي في مصر كنظن صعيب تاخذها من بلايص اخرين عندها اسبقيه معنويه بحكم القرب الجغرافي والاجواء وكل الاجواء والاجواء لانه لو كانت في الكاميرون ربما المعطيات كانت مصر نقطه قوتها انها كانت بتجيب كؤوس من ادغال افريقيا اي صحيح لكن انا النقطه اللي حبيت نتكلم على المنتخب المصري من غانا بوركينا فاسو 98 هو تكرار مباراه مصر امام جنوب افريقيا تكرار لنهائي 98 في بوركينا فاسو اين فاز حسام حسن على ما اعتقد احمد حسن محمد يوسف هدفين لطارق مصطفى هدفين لصفر في النهائي في بوركينا فاسو بالضبط هناك توج المنتخب 96 بعد اهو قدامنا اول ماتش اهو بتكلم عليه احمد حسن احمد طيب احمد حسن بالمناسبه احسن من اللعيبه اللي احمد حسن اللي مر في مصر طبعا لنحييه بالمناسبه لاني لو تسمح لي خالد نحييه بالمناسبه من هذا المنبر وانا اعرف انه يتابع هذه الحصه ويتابع استاذ مدحت شلبي انا لما عقدت ندوه صحفيه قبل 3 ايام سالته بخصوص سؤال هو عمل تصريح سنه 2017 في بلاطو بعد خروج المنتخب الوطني الجزائري من الدور الاول بعد هزيمته امام تونس وتعادله امام السنغال في اخر جوله قال بانه المنتخب الوطني الجزائري مشكلته اليوم انه لاعبيه لا يشعرون بالانتماء للجزائر لا يحفظون النشيد الوطني هو انا سالته سؤالي قلت له إن كنت تتمسك بنفس الموقف بما أن المنتخب الوطني الجزائري اليوم هما سنتين مروا تقريبا بنفس التشكيلة المنتخب الوطني الجزائري يجد نفسه يتأهل بحصده لتسع نقاط في 3 مباريات هل تتمسك بهذا الموقف خاصة لما نشوفوا المنتخب القطري أغلب لاعبيه مجنسين لكن هادو لاعبين جزائريين ولا أحد يشك في وطنيتهم وفي جزائريتهم كلنا جزائريين المولد
مكان المولد هو هذا موضوع حتى وضح احنا المغاربه والجزائريين عندنا فيه مشكل. مادام مغربي ولا جزائري عايش في اي مكان مش لازم تنزع منه وطنيته. لا نوضح على احمد حسن حتى هو يوضح الصوره حتى اذا فيه ناس فهمته غلط. هو وضح صورة قال ما عندي حتى مشكل ما سوى مع الجزائر وأنا أحيي اليوم اللاعبين وما أنا بل تصريحي فهم بطريقة الخطأ بالضبط. ولذلك أنا أحييه من هذا المنبر. لكن أستاذ جعفر أنت موافق على آخر سيناريو ده ولا كنت عايز تقول حاجة؟ أنت كنت بتكلم على مصر وثقافة اللعب في على الأرض ولا أنت ماشي مع نفس السيناريو؟ أنا ماشي مع نفس السيناريو حتى النهاية. عاوز أضيف حاجة بين مصر والجزائر. بين مصر والجزائر لحد الآن الجزائر أبانت على أنها منتخب قوي جدا لديه شخصية جدا بطل. عشان نكون صرحاء يعني نعم. لو تواجه المنتخب المصري ايوه المنتخب الجزائري اديني حاجه بقى. انا هديك حاجه اديني ممكن المنتخب المصري كيف قلت لك عنده ثقافه القاب يعرف يربح. نعم. المنتخب الجزائري حاليا مهاره لاعبين متعطش تفوق متعطش نعم. تفوق سنين طويله ما خدتوش متعطش وتفوق مهاره اللاعبين المصريين. اوكي مصر عندها جوج لاعيبه يدخل فيها عوامل تريزيجي عديده تريزيجي محمد صلاح. نعم. محمد صلاح لحد الان مش هو محمد صلاح بتاع ليفربول لسه. اوكي الجزائر الحمد لله لاعيبتهم كلهم ما شاء الله. هو يرشح الجزائر اذا لا ترشح الجزائر بس ممكن يقلب. لا هو يرشح الجزائر هذا الطرح ترشح الجزائر في كرة القدم. في كرة واحد زاد واحد سوي في كرة القدم هو بيحلل. اعطينا منتخب انا حاسب منتخب في كرة القدم يا مصر الجزائر اعطينا منتخب. لا يجب ان تاخذ بالاعتبار لا انت المهاره قدره الكرات تتلعب. استاذ جعفر انت تتكلم على المنتخب المصري وعنده ثقافه تقاليد لكن تقاليد مع الكاس. لكن النقطه اللي حابين نتكلم عليها على المنتخب المصري انه المنتخب المصري حقيقه متعود على التقاليد لكن متعود يقدم اداء راقي منذ البدايه. المنتخب المصري ليست عقليته مثل عقليه المنتخب الايطالي ينطلق بريتم قليل ثم يكون المنتخب المصري منذ البدايه بطل. هذه المره في هذه النسخه في مصر المنتخب المصري لم يبين انه هو بين المنتخبات المرشحة يعني فوق أرضية الميدان. هو مرشح المنتخب المصري مرشح بحكم أنه محتضن الدورة وبحكم أنه جمهور أو يطالب بكأس أمم أفريقيا وبحكم أنه عنده 7 ألقاب ويبحث عن الثامنة. صح. لكن ما شاهدناه ما تابعناه المنتخب المصري ليس مرشحا دون عاطفة بصراحة يعني ما شاهدنا فوق أرضية الميدان. لكن ممكن تتغير خاصة انه هناك ضغط كبير على المدرب المكسيكي خافير اغيري في حال ان لم يتوج نهايه عقده خاصه بعد الازمه اللي كانت وقعت مع اللاعب ورده والمشاكل التي كانت داخل المعسكر المنتخب. لا هي انتهت لكن عطلت يعني دخلت امور داخل المعسكر المنتخب المصري. هذه الامور كجمهور رياضي وكمتابعين انه متخوفه ان تاثر على المنتخب المصري. لهذا نقول انه ماكينه المنتخب المصري لم تنطلق بعد. طيب انا بس عايز اعقب على حضرتك فيما يتعلق بموضوع ورده. موضوع انتهى تماما وتاثيره يكاد يكون صفر ويمكن احنا طبيعتنا كمصريين الامر اللي بناخده ورا ظهرنا ما بنبصلوش تاني يعني دي طبيعتنا يعني فهذا امر وقد انتهى تماما. لكن بتفق مع الاساتذه انه مش انا كل المحللين والدنيا كلها لم تقتنع حتى الان بالاداء. لكن بمشي برضه مع الاستاذ جعفر انه احيانا الارض والملعب والجمهور والكلام ده يغير من الاداء في المباريات الاقصائيه. لكن مش هنختلف تماما ان الجزائر حتى هذه اللحظه هي اقوى فريق على الاطلاق يعني لا اتفق معك. لا تتفق مين لا اقوى أتفق. منه انا اعتقد انه المنتخب المغربي ثم بعد ذلك ياتي المنتخب الوطني الجزائري. انت بتغزي العين بقى. لا 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 نتكلم نتكلم بما انت موافقين ولا استاذ عبد اللطيف؟ صحيح انا اتمنى المنتخب المغربي كمغربي يفوز لكن لا انت شايفه افضل من المنتخب الجزائري؟ انا لحد الساعه افضل منتخب في الدرجة الأولى المنتخب الجزائري ويجي المنتخب المغربي. لك عبد الرؤوف احنا النقطة اللي حابين نتكلم عليها المنتخب الجزائري هو بيغزل العين. لا هي بصراحة أنا عارف معاذ النقطة اللي حابين نتكلم عليها لأنه المنتخب الجزائري قوي
نظرا لما ابان عليه في المباراه الاولى والثانيه والثالثه والثالثه بالذات والثالثة. عشان لكن عنده المنتخب الجزائري تانين. المنتخب الجزائري تصنيف الفيفا اخر تصنيف لا هو 62 المنتخب الجزائري بحكم مباراه وديه انا هقطعك عارف تصنيف الفيفا دي زي لما عايز اقول جمله عايز اقول كلمه عارف تصنيف الفيفا دي زي ايه زي الاستحواذ ايوه عارف الاستحواذ يقول لك 60% و40% وفي الاخر اللي يكسب 40% يكسب 40% فالتصنيف ده انسخ خالص خلاص احنا المنتخب الجزائري قوي بحكم ثلاث مباريات لكن هو قوي بحكم انه الجرينتا اللي زرعها فيهم الناخب جمال الماضي بحكم اللمسه اللي موجوده مع جمال الماضي بحكم قوه المجموعه طبعًا. لكن المنتخب الوطني بحكم ثلاث مباريات هو المرشح الابرز لكن المغرب لا المنتخب الجزائري الجزائري ثلاث مباريات اللي شفناها اصبح مرشح لكن قبل بدايه كاس امم افريقيا ماليش دعوه المنتخب لم يكن مرشح انا ماليش دعوه بقابل اليوم احنا حشوية العيب المهم احنا كنرشحوا الجزائر والمغرب للنهائي في بلاطو مصري طبعا احنا ماشي ننقص من الفرق الاخرى كالفريق المصري الفريق المصري كيبقى فريق كبير احنا نحلل من خلال المشاهدة ومن خلال العمل ديالنا ومن خلال التجربة نحلل مرات الفريق الوطني المغربي كيكون مستوى ضعيف نقول المستوى الفريق المغربي مستوى ضعيف وعندما يكون الفريق في اوج العطاء دياله بحال اللقاءات اللي قدم في المونديال كان فريق كبير اعطى صورة للعرب والأفارقة على انه قدم لقاءات كبيرة حاليا الفريق يعني عنده مستوى جيد مستوى يعني غادي يعني من احسن الاحسن يعني طاب باري طاب غادي المنتخب المغربي كنتمنى يوصل النهائي ومن الفرق المرشحه هو الفريق الجزائري بدون عاطفه او على اساس اننا مغاربه او جزائريين كيجي المنتخب المصري في المرتبه الثالثه والكره لها اشياء اخرى الله ليعلم الله ليعلم يعني انا عايز انهي هذا الحوار الجميل الحقيقه بانه المعطيات كلها بتقول كده لكن خلينا كمان نقول ان كره القدم فيها كل شيء طبعا فيها كل وربما سنة. احنا ذكرنا منتخبات ستصل النهائي وربما يصل اخرون لم نذكرهم كده استاذ جعفر ده اول كلام هي دي كره القدم ودي جمالها انه دايما بيبقى الامل يعني متغشقر عندها امل تلعب نهائي صح وكل عندها وهكذا يعني أيوة. هذا هو الامر وربما تحدث مفاجات في ملعب المباراه لكن حتى اللحظه الاتفاق كامل ان الجزائر نمبر 1 وان المغرب نمبر 2 لا فصل في هذا حتى الان حتى الان اشكركم بقى استاذ نمرودي معاك شرفت ونورت شكرا سعيد جدا بمعرفتك شكرا انا كذلك شكرا. سعيد بتواجدي هنا في هذا البلاطو رفقتك رفقه خالد رفقه زملاء من المغرب سعيد ونتمنى ان نكون قد وفقنا ونكون كنا اخطانا ممتعين ممتعين والله ممتعين شكرا استاذ خالد التهامي اشكرك شكرا جزيلا شكرا لك شرف لنا ان تواجدنا معك كابتن مدحت شلبي تواجدنا في بلاطو نيل سبورت وايضا من فضلك نقدم تحيه ايضا لانه احنا كبعثه شروق اليوم جيت انا نطلب من زملائنا لانه بعثه شروق احنا كنا زملائنا كنا متواجدين هنا في بلاطو وكان كانت عندنا مهام اخرى في تصوير تغطيات مع الانصار مع المناصرين نقدم لهم تحيه ونقول لهم حقيقه بعثه الشروق حاولنا ان نغطي كاس امم افريقيا ونقدم تحيه ايضا زملائنا في قناه الشروق ان شاء الله نوصلوا على هذا المنوال وايضا للمراسلين الجزائريين اللي عندهم رساله كانوا في كل مره انهم عندهم ظروف صعبه فيما يخص مواصله الرحله مع المنتخب ان شاء الله من هذا البلاطو مع كابتن مدحت شلبي كنا اليوم تكلمنا مع هاني ابو ريده فيما يخص تسهيل المراسلين الجزائريين لبقاء مرافقه المنتخب الوطني طبعا التاشيره تاعهم تنتهي يوم 8 في الشهر هم يطالبوا بيكون عندهم تسهيلات احنا من خلال هذا البلاطو ان شاء الله تكون تسهيلات حتى يوصلوا مع المنتخب الوطني رشحنا النصف النهائي ان شاء الله النهائي ان شاء الله هو هكذا اعطاني دين انا كذلك لابد اني نحيي القناه نحيي عمال قناه النو ميديا من هذا المنبر سعيد بعملي في قناه النو ميديا بما اني عنصر وعنصر من هذه القناه واحيي كذلك الوفد الذي جاء معي الى هنا الى مصر لتغطيه نهايه كاس افريقيا وهو المصور ورجل الخفاء فيصل عساس ان شاء الله وبرضو احنا بنحيي وانا باصص الكاميرا اهو اصدقائنا طبعا في الجزائر وقناه نو ميديا وقناه الشروق شرفتونا ونورتونا شكرا جزيلا استاذ محمد جعفر اشكرك شكرا جزيلا الشكر موصول لك اخي واستاذ مدحت احنا لنا الشرف ان نكون معك في البلاطو وندي راينا في البطوله شكرا لك وشكرا للشعب الجزائري على حسن الضيافه
على حسن الاستقبال، على الشعب المصري على حسن الاستقبال، كما الشكر موصول للجامعة المغربية التي وفرت الظروف كاملة للوفد الصحفي المغربي. صحيح. يقدر ب 170 صحفي جات تغطي البطولة. كما أقدم الشكر لجميع الطاقم المشتغل معك في القناة المصرية. نعم. نايل سبورت. نايل سبورت. نعم. المصرية قناة نايل سبورت. وكالعادة أنت هرم من الأهرام. نتعلم منك. شكرا على استضافتك. شاكر أستاذ محمد. أستاذ عبد اللطيف طلال شرفت ونورت. طبعا شكرا، أشكرك وأشكر الإخوة التقنيين اللي كيسهروا على هذا البرنامج، وأكرر شكري للشعب المصري كما قلت في البداية، شعب طيب، شعب مضياف. لم أكن أتوقع طبعا الشعب المصري بهذا الحفاوة، على أين شكرا لهم. وأشكر الإخوة من هنا، الإخوة ديال جريدة الوطن ومجلة وموقع الوطن العربي، وكذلك راديو مدينة اللي أعمل معه كمعلق على المقابلات في الدوري المغربي. وشكرا لك جزيلا لأني أتابع برنامجك من المغرب، وأتابع البطولة المصرية، وبالأخص لأن كاين أحد اللاعبين الممتازين اللي كيجاور فريق الأهلي المصري اللي هو اللاعب أزارو خلاني. أتابع اللقاءات ديال البطولة المصرية واللقاءات اللي كيكون متواجد فيها. أشكرك أشكرك شكرا جزيلا، وأيضا تحية لجريدة صوت العدالة المغربية، وتحية أيضا لجريدة الوطن العربي المغربية، وأيضا الإذاعة الجميلة اللي حضرتك بتغطيها. أشكركم شكرا جزيلا. شكرا لك. حوار آخر أخير ولكن بعد الفاصل.